عايز اعرف علاقته برضه بوالده، والده الله يرحمه، عايز اعرف علاقته بوالده. والده توفى امتى؟ بعديه بخمس شهور. بعد محمد بخمس شهور. هو حزن عليه. كان اللهم صل على سيدنا محمد. علاقته كانت حلوه بوالده، ما كانش يزعل حد. كان اللي يقوله عليه بيعمل. ولد مطيع يعني. ايوه كان بيساعده في الغيط. كان بقى كان مثلا يقول له يا محمد روح الغيط، ارمي وكل البهايم او اعمل يسمع حاجه. يسمع كلام والده على طول. كان يروح بس كان يسيب البهايم في الغيط ويروح يلعب. يلعب كوره. يروح يلعب. قول لي بقى هو مش هينفع، وانت اللي انت اللي عامله فيه كده، وانت اللي مطوعاه، وانت اللي مدلعاه كده. كان ياخد اخواته البنات ويقول لهم روحوا اقعدوا في المكان الفلاني او اعمل المكان الفلاني وانا هديكم مش عارفه ايه، وانا كان يحقله. وجه لما احمد كبر شويه بقت بقى ياخده معاه. هاجي للكوره دلوقتي، لكن برضو من الحاجات الحلوه اللي كان محمد عبد الوهاب مميز فيها صوته الجميل في القران. كان ما شاء الله صوته حلو. عايز اعرف برضو هو صغير كان بيحفظ قرانه بروح الكتاب وهو صغير. ما هو كان في دمه. لان انا كنت بوديه الكتاب. كنت حريصه على كده. ايوه. الكتاب واللغه العربيه اتعلمها من الكتاب. وفعلا اجاد الكتابه والحاجات دي من الكتاب. وهو فعلا كان في المعسكرات معانا، هو اللي كان بيأمنا في الصلاه عشان صوته الحلو.